الميكروبات بنشوفه بالميكروسكوبات وبنعالج بعضه وبعضه ما نقدرش نعالجه. فأكن مفيش حل يا جماعة. هنا مكان الدين بالفعل والعلاقة. عشان كده لما ربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. دي كمبيالة ربنا ادهنا. ربنا ادانا كمبيالة في القرآن بالأمن. لمين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أنا حأمنهم لأنه هو الوحيد اللي يقدر يأمني. دكاترة مش هتنفعني، هتداوي واحد على ألف من المصيبة اللي أنا عايش فيها دي. لكن اللي حيديني الأمن من كل هذه الكائنات هو اللي خلق الكائنات دي واللي بيمشيها بمشيئته وإرادته. فهنا مكان الدين، لأن الحكاية إيه؟ ده اللي نعرفه حاجة قد كده بس، واحد على مليون من واللي ما نعرفوش بلاوي متلتلة، وشفنا البلاوي دي فبلا وفتحنا وشفنا الباقي. فإذا الملجأ الوحيد للإنسان هو رب العالمين اللي خلق ده كله. وهذه السجدة والصلاة اللي بنكررها 5 مرات في اليوم، وكل مرة في الفتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. طب ما احنا هنستعين بمين؟ الكلمة دي أصلها كلمة واقعية جداً. ما فيش حل غير الإسلام لرب العالمين، وإن نتوكل عليه فيما لا نعلم. الحاجات اللي بنعرفها دي احنا بنروح للدكتور، إنما قدام شيء واحد بعرفه في مليون 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 شيء ما عرفوش، أروح لمين؟ أروح للعليم بقى، أروح للعارف ده كله واللي خلق ده كله واللي ممكن يأمني من ده كله. وربنا قال أنا عاوز تجيني مسلما الوجه إلي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، تؤمن بي وحدي وتجيلي مسلم الوجه إلي وأنا أمنتك. ودي كمبيالة، دي كمبيالة اللي ربنا بيديهالنا أول ما يتولد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا جماعة ما فيش لنا نجاة إلا بعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. وربنا ينجيكم وينجينا ويهديكم ويهدينا. ولحنا شفنا المشكلة الكبرى اللي احنا عايشين فيها، ولا ملجأ لنا إلا رب العالمين اللي هو رب جميع الخلائق.